مساء الخير. ينعاد على جيشنا اللبناني بالعز والكرامة والعنفوان. بالعودة لموضوعنا، بالرغم من موجات الحر اللي عم تضرب معظم البلدان الأوروبية واللي عم بتسبب بحرائق كبيرة خاصة باليونان واللي أدت إلى وفاة 91 شخص وعدد من المفقودين، وحرائق بغابات كاليفورنيا الأمريكية وسقوط 5 إطلاء وخسائر مادية فادحة، بآخر يوم من تموز ما زال طقسنا بلبنان عم بحافظ على اعتداله بكافة المناطق مع درجات حرارة مقبولة ضمن معدلاتها السنوية، مع بعض البرودة على الجبال خلال الليل. الرطوبة مرتفعة على الساحل عم بتأدي لتشكل ضباب كثيف على المرتفعات، مع رياح جنوبية غربية حاملة رطوبة عالية عم بتأدي إلى تساقط بعض الأمطار على الجبال خلال ساعات الليل. البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 29 درجة. ليلة طقسنا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وغطيطة قوية على المرتفعات المتوسطة عم بتأدي إلى تساقط بعض الرذاذ بالفترة المسائية. لبكرة الخميس طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً، وتكون ضباب على المرتفعات القريبة للساحل، ومن المتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة على الجبال اعتباراً من بعد الظهر. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 642 ميليمتر، السنة الماضية 610 والمعدل العام السنوي 810. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 22، بالبقى 15 والأرز 13 درجة. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بين 28 درجة والتل 32، بشرة 23، أرطبة 25، 33 درجة براس بعلبك، بتمرة 29، بعبدة 32، ومشغرة 29 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 29 درجة، وسرعة الرياح تتراوح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الخميس بتتراوح بين 26 و32 درجة، الجمعة بين 27 و32، والسبت بين 28 و33 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. أبو ظبي بين 32 و41 درجة، دمشق بين 17 و36، تونس بين 23 و34 درجة، ولندن بين 16 و25. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.